القلب السليم يؤثر الآخرة على الدنيا، فتراه مستعداً للموت، يرنو إلى الجنة ويشتاق إلى لقاء ربه. لما بلغ عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، أرسل الله تعالى له ملك الموت مع سيدنا جبريل يستأذنه، يقول سيدنا جبريل: إن معي ملك الموت، وقد أمرني الله عز وجل أن أستأذنه بالدخول عليك، فإن أذنت دخل وقبض وإلا رجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل إذن له يا أخي يا جبريل، فإني اشتقت إلى ربي. أنا بدي أسألك شي يوم، أنت اشتقت لرب العالمين؟ إذا في شوق القلب سليم، أما إذا هذا الموضوع أصلا مو وارد على بالك، بالعكس إذا ذكر أمامك الموت بتخاف، تقول بلا هلا أجلوا لي هالسيرة، لساعتني بأول عمري وقدامي مشروع بهالحياة الطويل، ما بحب بنوب أنا ذكر الموت، سامحني، معنات القلب أموره مو راكزة. إنه يؤثر الآخرة على الدنيا، فتراه مستعدا للموت، يرنو إلى الجنة ويشتاق إلى لقاء الله. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النور إذا دخل الصدر انفسح. لما نور الإسلام، لما نور تجلي حضرة الله يدخل إلى صدرك، صدر ينفسح. قيل: يا رسول الله، هل لذلك من علامة يعرف بها؟ شو بدي أعرف أنه أنا نور رب العالمين دخل إلى قلبي؟ في علامة؟ قال: نعم، التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله. متى ما شفت حالك في أي مشروع تحسب حساب الآخرة، في أي خطوة تحسب حساب الموت وما بعده، الحمد لله الحمد لله قلبك سليم. بس إذا قلبك بعيد عن ذكر الآخرة، القلب ليس سليما. كلما صح القلب من مرضه ترحل إلى الآخرة وقرب منها حتى يصير من أهلها، وكلما مرض القلب واعتل آثر الدنيا واستوطنها حتى يصير من أهلها. فالعلامة الرابعة من علامة القلب السليم أنه على ذكر من الآخرة يرنو إلى الجنة ويشتاق إلى لقاء الله.